والاطلاع على تطورات الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ينضم إلينا من بيروت السيد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا وسهلا بك أحمد. أحمد، الصورة والكلمة لك، التطورات الخاصة بقصف لجيش الاحتلال لمواقع في جنوب لبنان وشن هذه الغارات، ما اختلاف غارات الليلة عن سابقيها؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على بلدة رمية التي تقع في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. هذه الغارات أتبعها أيضا قصف مدفعي على نفس الأهداف، وهو القصف أو الغارة استهدفت في البداية منزل مهجور في هذه المنطقة، أو منزل غير مأهول بالسكان في هذه المنطقة، ولم تكن هناك خسائر بشرية ولكن هناك أضرار كبيرة طالت هذا المنزل، بالإضافة إلى عدد من المنازل المحيطة ومزرعة أيضا كانت محيطة بهذا المبنى. ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن هذا المبنى أحد المراكز أو أحد المنصات الرئيسية التي يستخدمها حزب الله في الجنوب اللبناني لإطلاق صواريخه أو لتخزين أسلحته في هذه المنطقة وفي هذا القطاع النشط جدا على مدار الأسابيع الماضية. أيضا ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم أيضا منطقة العديسة بغارتين جويتين. هذه المنطقة التي تقع في أقصى الأطراف القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني في محاذاة القطاع الشرقي، هذا القطاع الشرقي أيضا الذي تعرض اليوم إلى قصف مدفعين إسرائيلي مكثف، وخصوصا في منطقة كفر كلا الواصلة ما بين أو الطريق الواصل ما بين العديسة وكفر كلا. هذه المناطق أو هذه الغارات استهدفت أيضا منازل في هذه المناطق، ظنا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه المناطق أيضا تستخدم كمنصات أو كمراكز لقيادة العمليات في الجنوب اللبناني تجاه الأهداف العسكرية الإسرائيلية، حيث نفذ بالأمس أيضا حزب الله 8 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، استهدف خلالها مراكز وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا استهدف بالأسلحة المباشرة والأسلحة الصاروخية مواقع عسكرية وأجهزة تجسسية في عدد من المواقع الإسرائيلية على طول الشريط الحدودي، وذلك في تصعيد مستمر للتوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية. نعم، الزميل أحمد، المشاهد للموقف أو المشهد في الحرب أو المناوشات أو الاشتباكات ما بين الحدود على الحدود اللبنانية ما بين إسرائيل ولبنان، يجد أن دائما أو في الأغلب في الآونة الأخيرة تقصف إسرائيل مواقع خاوية من المدنيين، وأيضا هي مخازن خاوية أو خاصة بمواطنين وليست هي أهداف حقيقية. ما هو الهدف من مثل هذا الأعمال مع العلم بالتكنولوجيا الحديثة الخاصة بالاستطلاع فيما يخص الجانب الإسرائيلي؟ هل هو في سبيل الرجوع للوراء فيما يخص المدنيين وإخواء المنطقة، أم هو قصف غير ممنهج؟ نعم، يمكن أن نتحدث هنا عن أمرين رئيسيين. ربما الأمر الأول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات خلال الفترة الماضية يستهدف مناطق بعينها وأهداف بعينها بعيدا عن الاستهداف العشوائي للمدنيين الذي شهدناه منذ مطلع العام الجاري وحتى قبل عدة أسابيع، حيث استهدف العديد من المدنيين الذين راحوا ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية. بات جيش الاحتلال الإسرائيلي يحدد أهداف معينة ويتحدث أنها مراكز لحزب الله أو مناطق تستخدم كمنصات أو مناطق مأمونة بالنسبة للحزب لإطلاق الصواريخ منها، فبات يستهدف هذه المناطق مرارا وتكرارا على مدار الأيام الماضية، سواء كانت أهداف أو بها أهداف أو منصات لإطلاق الصواريخ، أو كانت خالية لقطع الطريق على مقاتلي حزب الله من الوصول إلى هذه المناطق واستخدامها لإطلاق هذه المنصات، وخصوصا أن المناطق التي يستهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي من أبرز المناطق التي يمكن من خلالها استهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود. الأمر الآخر في هذا الشأن هو ما تحدث عنه الأمين العام لحزب الله في خطابه الأخير، حينما قال أن حزب الله لا يكشف عن خسائره ولا يؤكد ما يتحدث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق خسائر في صفوف حزب الله، وخصوصا من ناحية التجهيزات ومن ناحية الأسلحة والعتاد، مؤكدا أن هذا الأمر عدم الكشف عن الخسائر فيما يتعلق أو في بخلاف الضحايا البشرية هو يخفي هذه الأمور ضمن استراتيجية الحرب وضمن استراتيجية التمويه التي يتبعها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهذا يكشف أن ربما هناك خسائر بالفعل يتعرض لها حزب الله ولا يعلن عنها فيما يتعلق بالقذائف والسلاح، وهناك أيضا مناطق ربما
يفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي أهداف فيها أو في إصابة أي هدف تابع لحزب الله في هذه المنطقة، وربما ما يظن أنه ربحه من هذا الأمر أو ما يظن أنه استهدفه من هذا الأمر هو قطع الطريق على مقاتلي حزب الله من الوصول إلى هذه المنطقة. والدليل على ذلك أنه رغم القصف الإسرائيلي المتكرر والمكثف لعدد من البلدات على طول الشريط الحدودي، إلا أن حزب الله يستخدم هذه البلدات أيضا لإطلاق صواريخ وإطلاق أعيرة نارية وإطلاق قذائف باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، ويصيب فيها جنود ويؤدي إلى مقتل جنود أيضا كما نعم. يذكر حزب الله في بيانات المتتالية. بالأمس فقط أصدر ثمانية عمليات في الجنوب نعم. اللبناني، وأمس الأول 9 عمليات، وبالتالي العمليات متواصلة من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية. الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك على هذه الإفاضة، كنت معنا من بيروت.